متابعة طبية أجبرت السيدة أم ميرال على التنقل ل500 كيلومتر لعلاج ابنتها المصابة بالورم الأرومي العصبي، أحد أنواع السرطانات المنتشرة بين الأطفال. يعني هي كانت على جد 6 بلا مالادي هذه، مي حتى كي جيت لوبيتال بارني مع الدكتور بن موفق هي اللي عرفت لي بلي صافي بقول 2 هي بلا مالادي وحنا ما فايقينش. الوغ كي جيت لهنا ودرت لي بيلون اي تو عرفوا بلي عندها نوبلاستون ورم ارومي العصبي اون غاب. ابري طلبوا لي داروا لها ان انترفونسيون، ورا انترفونسيون دارت 2 سيكل دو شيميو، ودوك مازالت تتابع في لوبيتال. حافظ عليها قد ما نقدر، نقلع لها كل السكريات ناقصين، المملحات ناقص، يعني تاكل اكيليبري بريسك. الاكثر ما تاكليش لي ليغومي تو، مي نحاول ندير لها بدوتغ فاسون، ميم لي فروي تاني عندها مشكل مع لي فروي، الوغ ندير لها دي جو تشربهم. انواع كثيره من السرطان اصبحت متفشيه بين الاطفال وتفتك بحياتهم، والمختصون يضعون النظام الغذائي على راس قائمه المسببات. يعني ديزان داني كنا يجونا 2-3 حالات في الشهر نقول لك. دوكا رانا عندنا جوسكا 20 demande d'hospitalisation par mois. On a remarqué que maintenant les femmes, elles allaitent plus, mais il y a le zouj, ou à la banne de l'hlib l'om, yihmi l'atfal ma'idat amrad, ou l'nas d'oka, ou l'om t'khdem, l'ab y'khdem, donc ma'idomch l'wakt bach y'tayibu, kima n'koulou hna ya aghdiya f'd'dal, ou t'koun s'hiya, ou t'koun bio, donc y'shiri ou l'mawad l'mu'allaba, les chips, les conserves, les flashs, même le chocolat, il faut t'arrêter où j'tiri comme chocolat. Ou chocolat, m't'midoulouch koul yom. Yani, avec le temps, on a remarqué que had l'hwayj kamel يأثروا على الأطفال، سي بوغ سا راهو يزيد هذا المرض. نظام غذائي غير صحي يعتمد كثيرا على المواد الاصطناعية أصبح متبعا لدى كثير من العائلات الجزائرية حتى في تغذية أبنائهم، واقع جعل من المرض الخبيث يتسلل إلى أجساد كثير من الأطفال.